نحن في البرهان دوّنا علم غريب اسمه علم النظرة، يعني لما يقول مثلاً يا سادتي نظرة ومدد، أو لما نظرة نظرة إلى نظرة، منشودة معروفة، ونظرة من رسول الله تصلح حال إنسان وتعلو بشخص وتنزل بشخص، كم من عظيم في قومي نظر في نظرة فحطمه، وكم من وضيع نظر في نظرة فرفعه، يعني بلا كان عند قومه وضيعا عبدا ولكن رفعته نظرة سيدنا محمد، ومن نظر رسول الله إليه بالحب نظر الله إليه بالحب. حتى فاتمة لما يقول الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك، إذن النظرة من فاتمة تصلح حال الإنسان إن أحبت، وإن غضبت نظرتها تجعل غضب الله. وقال الحبيب محمد النظر في وجه علي إمام، النظر في وجه علي إمام، هذا أيضا كلام عجيب. وقال من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أبغضه ومن أبغضني فقد أبغضه الله، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالحب لا يكون إلا بعد النظر. ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، نظرة نظرة تعني مسافة، تعني يعني بين 20 مليون إلى 25 مليون سنة ضوئية، هذه النظرة، نظرة هذه قياس مسافة. والنظرة في قياس الحقيقي طبعا هي 70 مليون سنة ضوئية، هكذا القياس النظرة في سر علمها، يعني يصل نظر والنور عنده إلى هذه المسافة، فكشف الله له أحجام الكواكب على حقيقته. فقال إني سقيم، تعب من ذلك النظر. وهذا استدل بها في حكاية الشفاعة، أنه والله قال أنا كذبت ثلاث كذبات وقلتها حطمه كبير ماذا، هذا مجازا يا جماعة، هذا كان سخرية منهم. وقال هذه أختي على زوجتي، هذه قصة فارغة ليس صحيحة. وقال إني سقيم كان صادقا في ذلك. هذا الحديث موضوع واتر ولا صحة له، وشفاعة النبي أعظم من هذه القصة الخزعبلتية. وذهبنا نبحث عن صف شفيع، كأنه يعني الملائكة لا ينطقون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، وخشعت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسة، والملائكة صفا صفا، وهؤلاء يظنون أنها المسألة فيها أربع أشخاص ماشيين يدوروا على صفية. حديث فارغ، حديث فارغ، وأن أثبتوا رجاله وسنده هذا والله والله لا يصح أبدا، ولو جدلونا لغلبناهم، لكن نترك جدالهم، المهدي يتصرف معه. المهم النظرة نظرة من الله سبحانه وتعالى. ولما لوط منع أن ينظر إلى قومه، لا يلتفتن منكم أحد، لو نظر لوط لوقف العذاب، لأنه يعني نظره إليهم جعله يكون فيه، وما كان له ليعذبهم وأنت فيه. لذلك إبراهيم يعرف هذا القوم، قال إن فيها لوط، قالوا لا نحن نعرف من فيها ونحن سنخرجه، لأنه لن يقوم العذاب على قوم لوط بدل ما لوط فيه، لو نظر إليهم لوصل بهم، فمنع العذاب حين إكراما لنظرته. النظرة سر من الله، النظرة نور، نظرة تولد قصص الحب، نظرة الأب لابنته لو ابنه لو ما يولد، نظرة تحوي الكون كله، نظرة الحب بين عاشق ومعشوقته أو معشوقة وعاشقها أيضا نظرة، ونظرة من أهل الله تصلح حالك، نظرة من عبد القادر تعطيك من سر القادر، نظرة من عبد السلام تعطيك سر السلام، ونظرة من أهل الله جميعا على مقاماتهم سيادنا نظراتهم فيها سر. فلذلك هذه النظرة تكشف، وإذا كاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نظرة الحاسد، نظرة العين المعيان، حاسد إذا حسد أيضا لها سر. النظرة فيها نور، والنظرة فيها حضور وفيها حبور، والنظرة العين في الجنة، الجنة فيها حبور، الحبور سماعي والسرور شعوري، والنظرة فيها هذه الحبور أيضا فيه مشهدية. يعني لذلك في علم النظر، في علم الكشف والمشاهدة، في فصل عن النظر والبصر، دائما في القرآن السمع يسبق البصر، السمع يسبق البصر، السمع والبصر والفؤاد، جعل لكم السمع والبصر والأفئدة، إن الله سميع بصير، إلا في يوم القيامة أسمع بهم أبصر بهم وأسمع يوم يأتوننا، قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل الصالح. لذلك لأن اليوم القيامة بصرية وليست سمعية، السمع هنا أن تسمع أذنك الواعي، أما في يوم القيامة لا فائدة لسمعك، تسمع ولا تسمع انتهى الأمر. فينظر الجميع ويؤمن الجميع، ولكن لا ينفع الذين آمنوا حينها إيمانهم لم يكن آمنوا من قبل.